مساء الخير. يوم غد الخميس لقاء مرتقب يجمع الصدر بالإطار، فهل نعود لخلطة العطار؟ الظاهر خبر اللقاء تم تأكيده بعد الكثير من التسريبات غير الدقيقة، لكن السيد هشام الركابي مدير المكتب الصحفي لرئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي حسم الجدال وأكد اللقاء المرتقب في تغريدة على تويتر. وهنا رسالة للملكيين أكثر من الملك، شفتوا شلون بالأخير راح يقعدون وأنتوا راح تطلعون بالوجه الأبيض إن شاء الله. لذلك استغلوا هذا الحدث وشوي هدوء وهدوا لعب ما دام اليوم منتخبنا للشباب هم فايز ببطولة غرب آسيا، وخلي ننطي مساحة للمدربين اللي الظاهر راح ينزلون بخطة جديدة تنهي خطر تهديد السلم الأهلي ونوصل إلى حكومة توافقية تحت عنوان بوس عمك بوس خالك. يعني مع ذلك أكو مفارقة صارت يوم أمس، أعضاء الإطار التنسيقي دائما يتحدثون أنه فاقدين الأمل بحدوث تغييرات لصالحهم بالنتائج النهائية، لكن الغريب يوم أمس الإطار أصدر بيان الرافض للنتائج بعد ساعات على إعلانها، وأعتقد كان المفروض البيان جاهز باعتبارهم أيسين منه. بيان الإطار يذكر: بات واضحا وبما لا يقبل الشك قيام مفوضية الانتخابات بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب. لهنا الكلام سمعناه مسبقا، لكن الجديد شنو؟ الإطار هاجم حتى الهيئة القضائية واتهمها بعدم التعامل مع الطعون بصورة جدية ووفق السياقات القانونية المعمول بها، فالأدلة التي قدمتها القوى السياسية وأثبتتها التخبطات المفوضية كانت كافية للتوجه نحو العدوى الفرزي اليدوي الشامل أو إجراء تغيير واضح في نتائج الاقتراع على أقل تقدير، وأن أبرز دليل على انتقائية الهيئة القضائية قبولها لعدد محدد على الرغم من تطابق كافة الطعون المرفوضة مع المعايير، ما يولد الشك بعدم وجود تطبيق عادل للشروط أو الخضوع لضغوطات سياسية داخلية وخارجية. زين، الهيئة القضائية مو كانت قراراتها محترمة وملزمة بحسب التصريحات السابقة؟ شنو اللي تغير؟ خلوني أذكركم بتصريح سريع لعضو تحالف الفتح السيد علي الفتلاوي. شباب طونا التصريح، نتائج خلال يومين راح تعرض. خلص قصد ما عندنا مشكلة، احنا القضاء بقت النتائج، بقت النتائج على حالها، ما عندنا اشكال. اكو طرق اخرى للمحكمة الاتحادية وكل الادعاء العام واكو تدوير القضية. المشكلة وين؟ بيان الإطار التنسيقي أكد الاستمرار بالدعوة المقامة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات. المرة هم المحكمة راح تطلع مو زينة إذا ردت الشكاوى وصادقت على النتائج؟ ننتظر ونشوف. أكو موضوع ثاني مهم ويعاني منه كل المواطنين وهو الازدحامات بالشوارع. يعني تقريبا رجعنا ما أعرف كم سنة لي وراء لما كنا نبقى بالازدحامات ساعتين أو أكثر بأبسط وأقرب مشوار سادة بمديرية المرور أو أي جهة معنية أخرى. شنو اللي دا يصير؟ اطلعوا للإعلام وقولوا شنو المشكلة، شنو نحتاج حتى نحلها، طلبتوا الاحتياجات لو لا، وإذا طلبتوها منو اللي معطلها حتى نعرفها مش نحكي وياه. أما هذا الصمت وبقاء المسؤولين بمكاتبهم مو صحيح. سيد المسؤول إما بيته قريب على المؤسسة أو يمشي قدامه موكب يفتح له الطريق، لكن هذا المواطن البسيط شنو ذنبه؟ أغلب الموظفين يدخلون بيوتهم ورا الساعة 4 ورا الساعة 5 بينما دوامهم ينتهي بعد الثنتين. ترى أكو طرق قابلة للتوسعة، والتقاطع اللي عليها زخم ممكن يصير بيه مجسرات، وحتى التكلفة مو كبيرة. لو هم راح تقولون ما عندنا فلوس، وباعتبارنا جبنا طاري الفلوس، أكو موضوع آخر راح نبقى نحكي بيه حتى نشوف وين تاليتها. ما باقي على السنة الحالية غير شهر واحد فقط، أريد أرجع وأشوف لحد الآن شقد حققنا إيرادات نفطية وكانت كافية لو فعلا مو كافية بحسب تصريحات وزارة المالية وتحديدا السيد وزير المالية، وهل فعلا نمر بضائقة مالية والرواتب على المحك ولازم المواطن البسيط يدفع ثمن القرار الحكيم برفع سعر الدولار؟ عزيزي المشاهد، اليوم وزارة النفط أعلنت عن إيرادات الشهر الماضي وبلغت أكثر من 7 مليارات دولار. هنا خلي نجي نحسبها حساب عرب، من بداية السنة لحد الآن شقد حصلنا إيرادات؟ كانون الثاني 5 مليار إلا ربع، شباط 5 مليارات وشوية، آذار 6 مليارات إلا ربع، نيسان 5 مليارات ونص، آيار 6 مليارات إلا شوية، حزيران أكثر من 6 مليارات، تموز 6 مليارات ونص، آب 6 مليارات ونص، أيلول 7 مليارات إلا شوية، تشرين الأول أكثر من 7 مليار ونص، تشرين الثاني اللي هو الشهر الماضي أكثر من 7 مليارات ونص. يعني الإجمالي يا عزيزي المواطن البسيط أكثر من 68 مليار دولار. إذا نحولها العراقي بسعر الصرف اللي يبيع به البنك المركزي وهو 1460، نلقى الناتج أكثر من 99 تريليون و519 مليار دينار. بينما يا عزيزي المواطن المقروض الإيرادات النفطية المدرجة في موازنة 2021 هي 81 تريليون دينار. يعني لحد الآن غطينا الإيرادات وعدنا فائض أكثر من 18 تريليون،
وباقي عندنا الشهر الأخير ما حسبنا. وإذا تقول لي هذا الفائض راح نغطي به العجز اللي هو 28 تريليون، أحب أقول لك إنه الموازنة تتضمن خصم حوالات من البنك المركزي ورصيد مدور في وزارة المالية وأصدار سندات وطنية وقروض من المصارف الحكومية، إضافة إلى 22 قرض خارجي لسد العجز. يعني هذه السالفة عفوها على صفحة. سيد وزير المالية، هذه الـ 18 تريليون وين راح تروح؟ هسه على الأقل برروا موقفكم واستغلوها لدعم الطبقات اللي انسحقت بسبب قرار رفع سعر الدولار، أو على الأقل كسروا عيوننا فد مشروع مشروعين أو تبليط إعمار دعم مصانع محلية أي شيء. ولازم ينضمون وتالي يجي أو ينضم تالي يجي رئيس الوزراء الجديد وهم يطلع بتصريح صحفي يقول استلمت الخزينة فارغة. خلينا نسمع كلام السياسي سمير عبيد بحلقة يوم أمس عن هذا الموضوع، شنو تحدث بالتحديد. يلا شباب، من صار تصريف أعمال تمام، تدريش لقى، وهذه خلي المشاهدين يسمعون، تدريش لقى لقى السر ليش دائما رئيس الحكومة من يستلم أول تصريح له لقيت الخزينة فارغة، مو صحيح؟ اكتشفت الآن، لقيت أي حكومة من يتخلص تجير الأموال وتطفئها، اطفاء تسوي لها بوزارة المالية والبنك. ليش؟ هذه السيد الكاظم يومكم واسئله، والرجل مصدوم مثلي ومثلك، ده يقول انا ما كنت ادري. اطفاء يعني تنوخذ الاموال وين تروح؟ وين تروح الحكومه اللي راحت تاخذها وتطفئها؟ هذا هو المفروض، هذا ملف خطير ينفتح. والله عمي ذكرتوني بالعجائز اللي ضمن فلوسهن ورواتبهن التقاعديه، ومن تجي تطلب منها تقول لك والله يا بيبي ما عندي. للعلم العجوزها محسن، على الاقل من تطلب منها فلوس تعتذر تنطيك بمكانها شوكليته برتقاله بوسه من راسك. انتوا كل شيء ما شايفين منكم بس التصريحات.